ننزل بقى تظبيط الكرو لذيذ. أيوة. بتاعك هنا النهارده مظبط لك. مظبط لي ايه؟ مظبط لك حاجه لذيذه كده هنشوفها. يا انتوا مفيش عيد ميلاد مفيش راس سنه بتفوتوه، ورونا. انا عايزه اجيب كاتنج بورد خشب كده اقدمها عليها ونشيل الاطراف دي عشان نعملها كده كلها مربعات. اوبا لا كنترول عندكم ايه؟ انا سامعه عندك حاجه لراس السنه الجايه. عندك حاجه؟ اه شفتي انا عارفه. تعالوا دلوقتي نرجع للضفيره دي. هناخد اثنين هوت دوغ واحطهم كده وهبتدي اضف فرق. اخد واحده كده واحده كده بعد ما خلاص طلعت غلط قاعده هي كده ولا كده. لخبط شويه سهله جدا بس بتلخبط فيها. سهله جدا. نحط واحده. لا 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 ندفرها. يا عيني. طيب انا هوريكم. ما ندفرتش هاتوا لك. ايم اوت فعلا يعني. وترتوني يا كنترول. ايوه هم السبب بيبقوا. انا اللي عامله دي واتلخبط. استنى هم برضه اللي وتروك. بعدوا انت بقى اللي عملوا الفيديو اللي انا بعمله ده اللخبطه اللي انا اتلخبطتها. الله دي حلوه قوي. قبل الهوا وانا بحضر البانكيك كل شويه اقلبه تمام وحتى مصوريني هتنزل على انستجرام سلو موشن او قاعده بقلبها كده. قالوا لي شوفي اعمليها على الهوا. قلت لهم على الهوا لازم يحصل حاجه غلط هتطلع تلزق في وشي في هدومي. بس تصدقوا حاجه اسف تعالوا نجرب. هي اتحرقت وانا برغي معاكم. اوه بيبي والله هي الحاجات على الهوا نجحت. اه بتصحى. نعيدها تاني بقى ربنا ستر مرة بقى ولا نعيدها هنا؟ يلا نجحت تاني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. التالتة بقى فما تقع على وشك بقى يعني. ايوه ما انت بقى دي طبعا عملناها ساندويتش مصممة بقى. طب استنوا والله خلاص كفاية ربنا. دي مش راضية بقى شفتوا لازم. هنحط كوباية حليب دافي. فاكرين ازاي اصلا بصوا نفخت ازاي. هناخدها هنا. اوه تعالوا هنا. طيب انا بصوا حلوه ان دي حصلت معايا على الهوا. بصوا لزقت معايا ازاي من هنا وهنا. لا بحب قوي لما اعمل الحلقات دي وبستمتع انه يعني دايما باخد منك رب ان في حد يستفيد. ده برنامج على شغل يجرب دي ويستمتع. يلا نقلبها بس الغلطات بس ورا بعض هو ده كسرناها. 2022 في اخرها هيتحط الفيديو ده وبفكركم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين دلوقتي. هم دلوقتي لانه الفيديو ده اكيد هنشوفه مع بعض ب 2022 مش محروقين قوي 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 يعني. يعني يعدوا صح؟ بس برضو الفيديو ده لا دول محروقين دول خطيرة. خطيرة. انا لازم احكي لكم اول حاجه احسبكم بعدين. بس انا كنت انا بصي في كل فيديو بقول لكم ده معاكم 20. ايوه بس علا قلت لي ايه وانت بتتفرجي؟ بقول ده برنامج بتاعي بقى. هو اللقطات كلها الغلط دي ده تاريخ حياتي يعني. في عامه في الطبيخ بقى ممكن اعمل برنامج في غلطات بس. لا هي علا بتقول لك هو ده برنامج علا شو بالظبط. طبيخ شو مع علا يعني. طيب هم بيقولوا لي افتكري الفرن بدل ما نحطه في 2024. استني